شكراً شروق ونهلة ومكان على الاستضافة وشكراً لحضوركم. متحمسة بالذات لمكان لأنه من أول ما تعرفت على مكان من كام سنة يعني وابتديت أزوره وكده كنت حاسة إن في تواصل في فكرة إمكانيات بديلة، حاسة إنه كلنا بنشتغل في سياقات معقدة جداً سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، ويعني وجود مساحات بديلة من خلالها بتتخلق إمكانيات مختلفة وبديلة مهم جدا علشان نعرف نكمل نعيش ونعمل اللي عايزين نعمله يعني. فحاسة إنه يعني إن أنا في مكان مناسب جدا إنه أحكي عن تجربة ندى مصر. أنا مش هطول عليكم لأن طبعا حابة إنه يكون في أكتر نقاش يعني ونقد كمان للتجربة الوليدة يعني، بس هرجع يعني بالكلام شوية للمكان لمرحلة ما قبل ندى مصر علشان يبقى عندنا فكرة شوية هو ندى مصر ده ابتدى ازاي. بما ان احنا بنتكلم عن ندى مصر كممارسة صحفية، هي ايه الممارسة الصحفية اللي ابتدت من 6 شهور بس؟ وهي في الحقيقة يعني لا ترجع لأكتر من 6 شهور، هي ترجع ل5 سنين في مكان كنا كلنا بنشتغل فيه، كلنا بمعنى 25 صحفي وصحفية ومحرر اللي هم عملوا مدى مصر من حوالي 6 شهور. احنا كنا بنشتغل مع بعض في جريده اسمها ايجيبت اندبندنت، وهي كانت النسخه الانجليزي للمصري اليوم اللي هو يعني من اهم الجرايد الصادره بالعربي وبتطبع بشكل يومي في مصر، واللي هو جورنال خاص يعني مش مملوك للدوله، واللي هو جورنال مهم في يعني طرح رؤى بديلة عن رؤى الدولة. يعني في مرحلة معينة كنا بنسميه الإعلام المستقل في الحقيقة يعني. احنا مسكنا النسخة الإنجليزي من حوالي 2009 لغاية 2013، وفي الوقت ده ابتدينا نشتغل بشكل مختلف شوية عن زمايلنا في العربي، لأنه زي ما بتحكي شروق ابتدينا نبص على الصحافة كعملية مش بس كناتج ومش بس كمحتوى، بس كعملية وعملية دايما بنعيد التفكير فيها ودايما بنسائلها، ويعني فيها عملية النقد عنصر أساسي. فهي مش بس كنا يعني اللي بيحكمنا المنتج اليومي، خصوصا ان احنا كان وجودنا الأولي على الانترنت، فكان المفروض نطلع محتوى كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لكن كان دايما في كده نظرة نقدية، هو احنا بنعمل ده ليه؟ وليه ده مهم وليه ده مختلف؟ ويعني حطيت المثالين يعني. كان في 2012 ويمكن كان في نفس الحكايه في الاردن، كان في مظاهرات كتير في العالم العربي علشان الفيلم اللي هو المفروض كان مسيء للاسلام، وكان في تظاهرات كتير في كل حته حوالين سفارات امريكا للاعتراض على يعني الفيلم ده ونشره وكده. طبعا احنا المظاهرات في مصر كانت عنيفه جدا وكان فيها موت وكان فيها اصابات كتير، فكنا بنغطيها بشكل مستمر. وفي يوم كنت بعت صحفي اسمه علي عبد المحسن يغطي المظاهرات، ورجع وكتب مقال لطيف جدا بيوصف فيه انه المتظاهرين معظمهم يعني غوغائيين وما عندهمش قضيه، وان هو فعلا مش مفهوم اللي بيحصل ده، بس في حاله يعني كده حب وتقليل العنف، ويعني وهي دي كانت الوصفه بتاعته للي حصل. ولما الناس ابتدت تنشر المقال بتاعه كانت ناس كتير نشرته على انه احسن توصيف للمظاهرات دي، بما فيهم ناس يعني عندهم بعض الميول الاستشراقيه، يعني انه ده يثبت قد ايه يعني الناس في العالم العربي بيحبوا العنف وبيحبوا يعني المظاهرات علشان بيحبوا يشوفوا الناس بتتضرب وحاجات كده. تاني يوم بعتنا صحفي تاني من الفريق اسمه أبو القاسم، وأبو القاسم رجع بقصة تانية خالص، رجع قال إنه المظاهرات دي بتعبر عن قضية حقيقية، هي بتعبر عن غضب كمين جوه ناس كتير غيورة جدا على دينها، وشافت إنه الفيلم ده يعني إساءة فظيعة ليها يعني. وكان بيستخدم برضه كوتس ويعني شهادات من موقع الاحداث لناس بتتكلم على ايه هي حاسه انها مهانه بشكل شخصي انه الفيلم ده اتعرض يعني. فطبعا المقاله بتاعته برضه اتنشرت بشكل عظيم جدا، وكل الناس قعدت تقول انه دي برضه من احسن التوصيفات اللي حصلت للمظاهرات. طبعا انا كان عندي حاله شيزوفرينيا يعني، الجورنال بتاعي بيقول حاجتين عكس بعض،
والناس منقسمه وكل واحد على حسب توجهاته بيقرر انه يختار القصه اللي عاجباه يعني. فانا طبعا ما كانش عاجبني الحال يعني، ما كنتش حاسه او متاحه انه اسيب الموضوع هنا. فجمعت الصحفيين وقلت لهم انا محتاجه يعني نتكلم، الصحفيين الاثنين، وقلت لهم انا محتاجه نقعد مع بعض نتكلم في الموضوع شويه علشان نفهم ليه قصتين مختلفتين قوي كده. وعايزه كمان اني اقول لكم ان احنا لو عندكمش مانع ان احنا هننشر الحوار اللي ما بيننا ده، علشان انا اعتقد ان احنا نشرنا حاجتين مختلفتين تماما عن بعض، والقراء محتاجين يعرفوا ايه سبب الفرق ده يعني. المهم عملنا حوار، وهو ده الحوار اللي اتنشر يعني في الموقع القديم بتاعنا اللي هو Egypt Independent. وكان النقطه الاساسيه في النقاش اللي ما بيننا هي انه كل واحد من الصحفيين الاثنين اعترف بانه في توجه شخصي وجه الطريقه اللي استخدم فيها المعلومات اللي جمعها من الارض. بمعنى انه كان في قصتين في الحقيقه في الارض، كان في ناس فعلا موجودين لاسباب غوغائيه بحته، ما كانش عندهم قضيه قوي، وكان في ناس فعلا حاسه بغضب شديد وحاسه انها موجوده عند السفاره عشان تنتقم للي حصل. اختيار كل واحد فيهم انه يقول قصه وما يقولش الثانيه كان مرتبط بقناعاتهم الشخصيه، انه في حد كان عنده توجه اكثر استشراقيه من الاخر، واحد تاني كان عنده توجه انتصاري شويه لقضيه العرب وقضيه الاساءه للاسلام والدين وما الى ذلك. اللي كان مهم في الحوار ده جدا كذا حاجه. اول حاجه ان احنا عبرنا على اشكاليه التوجهات الشخصيه في الصحافه اللي هي موجودة دايماً في الحقيقة، حتى موجودة ما بيننا إحنا، حتى لو إحنا بنقرر إن إحنا نسمي نفسنا صحافة تقدمية وكده، بس عبرنا عنه بشكل واضح وصريح، واتكلمنا ما بيننا وما بين بعض إنه هو أهم حاجة. إحنا مش هنلغي إنه في توجهات شخصية، لأنه ده مش طبيعي، ده يعني ده من واقع الخيال إن إحنا نلغي أي توجه شخصي في الكلام على شغلنا، بس الأهم هو إن إحنا نبقى واعيين لده، وان احنا يبقى عندنا قدره على ان احنا نتحدى ده واحنا بنشتغل في الارض، خصوصا واحنا كمان لما بننقل شغل الارض الى مقالات مكتوبه ونصوص مكتوبه وما الى ذلك. فدي كانت تجربه شويه لفكره ان احنا بنبص لنفسنا وشغلنا بعد حتى النشر، مش مجرد ان احنا بنجيب المعلومه وبننشرها وبنمر عليها مرور الكرام ونكمل. ودي بتهيألي من التجارب اللي بعتز فيها، واعتقد انه الحوار ده سمى كتير وسط الناس وسط قرائنا، وفي بعض منهم قالوا لنا انتوا فضحتوا نفسكم شويه، وانا ما كنتش حاسه ان احنا فضحنا نفسنا. انا كنت حاسه انه لو احنا بنتعامل مع الصحافه كحاجه زي ما قلت قبل كده عمليه تحريريه مش مجرد محتوى بيطلع في الاخر، فالنوع ده من المحتوى مهم جدا، احنا ازاي بنعمل قراراتنا التحريريه داخل الجورنال. فده مثال. في مثال تاني يعني بحب استخدمه في التعبير عن طريقة شغلنا. طبعا المفروض المنتظر من الجورنال انه يغطي الاحداث والاخبار بحيادية وكده، واحنا طبعا كلنا عندنا تساؤلات حوالين قد ايه ممكن الواحد يبقى حيادي وقد ايه فعلا ممكن يبقى فيه حيادية في الحياة في ظل ان احنا بنتأثر بكل حاجة حوالينا. اكتر حاجة صعب فيها الكلام عن الحيادية هو الموت، العنف اللي بيؤدي للموت. في مصر في 2011 اكيد بعض منكم لو مش كلكم تسمعوا عن مجزرة ماسبيرو اللي مات فيها حوالي 27 او 28 واحد في مظاهرة كانت معظمها من المسيحيين الأقباط، لما الجيش هاجمها بشكل همجي جدا وبشكل عنيف جدا ادى الى العدد الكبير ده من الوفيات. وكانت واحده من صحفيينا موجوده هناك، وحدت العنف من اوله لاخره، يعني حدت البصيره بتاعه المتظاهرين من اول شجره لغايه المكان اللي هو ماسبيرو اللي حصلت فيه المجزره، واللي هي كانت جزء منها انه مدرعات الجيش في الحقيقه دهزت المتظاهرين. والصحفية سارة كارا كانت من الناس اللي كان يعني ممكن يدهسوا لو محدش شدها في اخر لحظة لانها كانت واقفة بتصور. المهم بعد يوم طويل من التصوير والتعامل مع الجثث والموت والمستشفى، رجعت المكتب ومعاها محتوى مكتوب ومصور واوديو وفيديو، كل الحاجات
وكل الـ يعني كل الحاجات اللي ممكن تؤدي الى خبر صحفي متكامل في الحقيقه. فابتدينا نشتغل على ده، وهي كانت بتشتغل زي المكنه على انها تفرغ المعلومات اللي عندها. وبعدين في مرحله معينه حسيت انه القصه دي ما ينفعش تتقال الا لو حد رواها بشكل شخصي جدا، ومش بس بشكل شخصي، كمان بشكل يبرز فيه مشاعره هو الشخصيه بالخوف والصدمه وهو بيشوف ناس بتموت حواليه وما الى ذلك. وانتهى الموضوع انه الخبر الاساسي بخلاف بقى كل الابديت وكل كل الحاجات اللي عملناها والفيديو والحاجات دي، كان الخبر المحتوى الاساسي لمجزره ماسبيرو هي الشهاده الشخصيه اللي ساره كتبتها، اللي هي يعني ترجمتها مسيره من شبرا الى الموت في ماسبيرو. انا يعني الشهاده دي اكتر حاجه اتقالت عندنا في وقت طويل جدا، ومن اكتر الحاجات اللي اتقالت في تغطيه ماسبيرو في المطلق في مصر. وانا ازعم ان جزء كبير من سبب انها اتقالت بشكل واسع جدا انها كانت مكتوبه في الحقيقه بشكل شخصي، انه ساره حكت لنا بشكل شخصي كل الاحداث، لكن كمان اتحكت بشكل شخصي اللي هو بيبرز ان انا كنت هناك، وان انا اللي شفتهم دول كانوا ناس حقيقيه بتموت ومش مجرد اعداد. ودي الحاجه للاسف الاوقات الصحافه بشكلها المكني قوي بتتنسى، اللي هو انسنت الموت وانسنت العنف وانسنت القصه، ان القصه مش مجرد اعداد واحداث وموت وحاجات كده، القصه بني ادمين زينا زيهم، وبالتالي وجودنا في حكي القصه مهم الى حد كبير. فالشهاده كوسيله من وسائل الحكي في رأينا مهمة جدا، خصوصا لو احنا بنتكلم عن احداث عنف. طيب يعني غمينا قلبكم شويه، بس هنغم قلبكم شويه كمان. القصه دي اصلا انتهت كلها في 2013 لما قالوا لنا انه الموضوع بتاع ايجيبت اندبندنت بتاعكم ده مش ماشي، ولازم نقفله ولازم كلكم تروحوا بيوتكم. احنا كنا 25 واحد طبعا، لانه الصراحه الموضوع مش بيجيب فلوس وبيخسرنا كتير كمؤسسه اللي هي مؤسسه مصر اليوم. وفي النهايه يعني انتوا شويه مجموعه ايديولوجيه يعني محدودين جدا، يعني قدرتكم على التغيير محدوده، لان انتوا عندكم توجه ايديولوجي واضح وصريح ومش صحافه بجد. طبعا يعني كانت مأساة كبيره، لانه يعني انا كان مأساة من اكبر بالنسبه لي ان انا يعني مش عارفه هعمل ايه بعد كده، لان انا ايجيبت اندبندنت كان الملعب اللي بلعب فيه براحتي، يعني اجيب العيال ونعمل كونفرسيشنز وننشرها واخلي الناس تكتب شهادات ومش عارف ايه، يعني مفيش حته ممكن اتمنى اني اشتغل فيها تديني المساحه دي. احنا اللي خلقنا المساحه، واحنا اللي قررنا ان احنا نعيد انتاج شويه معاني كده في الصحافه، مفيش مكان تاني كان ممكن يسمح لنا نعمل ده. فانا كان عندي ازمه وجوديه في على هذا المستوى، بس كلنا كمان كان عندنا ازمه اقتصاديه فظيعه، يعني انه ايه السهوله اللي تخلي مؤسسه انها تطرد 25 واحد فجاه علشان هي مجموعه ايديولوجيه محدوده الـ يعني محدوده في المطلق يعني. فما علينا، اللي حصل طبعا ان احنا طبعا اتخانقنا وعملنا يعني قصه حوالين الموضوع، وحاولنا ننشر نسخه اخيره من المطبوعه الاسبوعيه بتاعتنا بنشرح فيها ظروف انتهاء قصه ايجيبت اندبندنت. وكنا بنستخدم قصة ايجيبت اندبندنت كمدخل للكلام على إشكالية الصحافة في المطلق في مصر وفي العالم العربي، إشكالية الاقتصادية والإشكالية الاجتماعية السياسية وإشكالية الممارسة، إنه إزاي في فعلاً مشكلة حقيقية في الممارسة، إنه الصحافة برغم من إنها حاجة مهمة جداً في حياتنا وكل حاجة، لكن قدرتها على إنها تبقى في حالة تواصل حقيقي مع المجتمع عليها علامات استفهام. الاهم من ده ان احنا واحنا بنمشي من ايجيبت اندبندنت كنا متاكدين ان احنا المفروض نبتدي حاجه جديده مع بعض، لانه زي ما قلت قبل كده احنا بس محتاجين مكان نبقى فيه بيت جديد نعمل فيه الشغل على مزاجنا وبطريقتنا، ومفيش بديل عن خلق مؤسسه جديده. وبرده انا دايما بقول ان انا يعني مش من هواه خلق المؤسسات، هي في الحقيقه حاجه متعبه جدا ومؤرقه جدا جدا، لكن مفيش بديل. وعلشان كده احنا دايما بنسمي مدى مصر انه يعني جونار وليد الازمه، لانه مفيش حل تاني، لازم تعمل جونار علشان تعمل الصحافه اللي انت عايزها، او ما تعملش صحافه وتعمل حاجه تانيه.
فالمهم ابتدينا مدى مصر في يونيو 2013 ابتدينا بالضبط في 28 يونيو. بعض الناس اللي بتشوف التاريخ ده بتعتقد انه ان احنا في سبب معين ان احنا كنا متحمسين بشكل فظيع لانهاء حكم محمد مرسي والاخوان، لانه يومين بعد كده بتطلع مظاهرات كبيره جدا في مصر بتطالب باستقاله رئيس محمد مرسي بمساعده وتدخل الجيش. وده هنا يرجعنا تاني لنقطه كنا مجموعه ايديولوجيه. الوقت ده مصر انقسمت بشكل مرعب جدا، في الحقيقه اول مره في حياتي اشوف مصر بالشكل ده. يعني انقسمت الى شقين، شق بيسمي الثاني خرفان، قصدين انه الناس اللي بتتبع الاخوان المسلمين، وشق بيسمي الشق الثاني فاشيين، وده يعني بالاشاره الى الناس اللي بتشجع الجيش. فانقسم الشعب لهذا الشيء، وكل حد في مصر كان مطلوب منه انه يبقى واضح ايديولوجيا هو واقف مع اي مجموعه بالظبط. واحنا كنا تايهين في النص، لان احنا مش حاسين ان احنا خرفان قوي، ومش حاسين ان احنا يعني فاشلين قوي. وابتدينا ان احنا يعني ابتدينا قصتنا في مدى مصر بان احنا موقفنا ان احنا مش هناخد موقف. موقفنا هو ان احنا هنطلع بره ونبص على كل اللي بيحصل ده ونوصفه كحاله من الانقسام الشديده الغير طبيعيه، وهنرجع للاساسيات بتاعه المهنه اللي هي احنا محتاجين نتكلم عن العنف من الناحيتين، العنف من غير حساب، الظلم، السجون، القصص اللي بقت في الحقيقه في الهوامش بتاعه الحاله السياسيه بتاعه الاخوان والجيش، اللي هي يعني تلخيص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر الى خناقه ما بين الجيش والاسلاميين. فابتدينا موقف غير ايديولوجي، وده كان شيء مضحك لانه يعني السبب الرئيسي اللي قفلنا كان ان احنا مجموعه ايديولوجيه مش عارفه تعمل فلوس علشان احنا محدودين للغايه. فاحنا ابتدينا يعني بعكس ده تماما، وابتدينا ده في وقت ما كانش في حد بيعمل كده خالص. كان كل وسائل الاعلام مختاره خطها بشكل واضح وصريح، وكان اختيار يا اما الوقوف مع الجيش، او الاختيار الاصعب في الوقت اللي احنا فيه هو الوقوف مع الاسلاميين. وطبعا الوقوف مع الاسلاميين او عدم الوقوف مع الجيش هما موقفين صعبين جدا دلوقتي، لان سياسيا في مصر لو للاسف بعد يعني 30 ثوره لو بتقرر انك انت ما يبقاش عندك موقف محايد من الجيش اللي هو يعني الحاكم الفعلي حاليا، ولو بتقرر انك كمان يبقى عندك موقف ناقد لبعض ممارساته، لانه يعني بغض النظر عن حبنا او كرهنا للجيوش في النهايه الجيش الحاكم ممارساته بتبقى قمعيه للاسف. فلو انت موقفك كده فانت يعني للاسف هتتعرض للتهميش السياسي على احسن حال، او لبعض المضايقات على اختلافاتها. فاحنا يعني على مدى 6 شهور اللي فاتت شفنا صحفيين بيستهدفوا وبيتقتلوا او بيتم سجنهم ومحاكمتهم، شفنا مواقع اخباريه بتتقفل، بيتم الهجوم عليها وبتتقفل، يعني شفنا حاجات كتيره جدا. وده طبعا كان بيخلينا نرجع كده خطوتين ونقول طيب يا جماعه احنا هنلعب اللعبه دي وندخل نفسنا في الشغل ده كله، ولا كل واحد يروح بيتهم ويريح احسن. فكنا دايما بنرجع نقول طيب خلينا نجرب شويه، وكان دايما الحوار ما بيننا هو ان احنا لازم نبقى دايما حريصين ان احنا ما نصابش بالبارانويا، لانه بخلاف كل الحاجات اللي بتحصل والمضايقات اللي بتحصل، اهم حاجه الدوله الحاليه بتحاول تعملها هي انها تبث كده احساس بالبارانويا من غير اي مبرر او من غير مبررات قويه تخليك في الاخر ما تعملش حاجه. فالفكره هي انك ازاي تحارب احساس البارانويا اللي بيوقعك في اللا فعل، في اللا عمل، في اللا شيء، الى اتخاذ بعض المخاطر واتخاذها وانت بتحس باحساس كده نغزه خوف جواك. وكانت دايما بتجيلي النغزه دي اوقات
ما اعرفش انام بالليل علشان لسه ناشرين حاجة. وده يعني امثلة من الحاجات اللي كنا بنشوفها اللي كانت بتعصبهم جدا. ان احنا يعني صديقنا اللي بعد منكم تعرفوه علي عبد الفتاح اللي هو يعني من اهم المدونين والنشطاء السياسيين في مصر، هو برضه ضد الجيش وضد الاسلاميين اللي بقاله مسجون 3 شهور وعلى وشه الحلو النهارده تم اطلاق سراحه. فانا يعني شكال الاذن وش كويس يعني. احنا في الحقيقه بقى لنا 3 شهور اللي فاتت دي انا كنت بهرب جواباته من السجن وبنشرها عندي في ندى مصر، وكل مره كنت بنشر الجواب ببقى عارفه ان انا يعني هيحصل لي مصيبه تاني يوم، لانه يعني ده جواب جاي من سجن طوره شديد الحراسه وانتهى بيه الحال هنا. بس في نفس الوقت يعني من غير ما يعني نجمل الاحساس بالخوف قوي، بس احساس الخوف في حته جماليه انك بتحس انك في الموقع الصح في الحياه، ان هو في حاجه مريحه بشكل مريب في انك يبقى عندك شويه خوف، انك بتعمل حاجه وانت عارف انك بتاخد قدر من المخاطر. بس انا مش عايزه اديكوا صوره ان احنا يعني اشجعاء جدا وشجعان يعني وما بنخافش من حاجه، احنا بنخاف بشكل انساني جدا. مش بس بنخاف، احنا مهتمين ان احنا نفضل موجودين في الساحه. فانا مش مهتمه بس ان انا اتخانق وابقى في عمليه مواجهه مستمره تخليني تنهي وجودي بعد شهر او شهرين، انا مهتمه انه في الحقيقه مدى مصر يتم استوعابها على الساحه الاعلاميه والساحه في المطلق. وده بيتم عن طريق تفاوض واختيار لغة واختيار عناوين واختيار أوقات للنشر مختلفة، هي عملية تفاوض أو يعني أو بالإنجليزي نيجوشيشن مستمر للاستمرار. فهي مش بس مواجهة وأخذ مخاطر، لكن هي كمان حرب من أجل الاستمرار، والاستمرار فيه قدر من التفاوض مهم جدا. بس كمان غير بقى التفاوض مع الوضع السياسي الراهن، في القضيه الاهم اللي كتير من اصدقائنا بيشاركونا فيها خاصه جماعه حبر اللي موجودين معانا، هو الاستمراريه في الحقيقه، انه ازاي مدى مصر وحبر وكل المواقع البديله الامكانيات البديله تقدر تستمر. وبخلاف السياق السياسي اللي بيحكم وجودنا، في الحقيقه الاهم من ده كله في سياق اقتصادي هو اللي بيحكم وجودنا. في سياق اقتصادي لازم احنا نعيد انتاجه، لانه كلنا عارفين انه مش بس في مصر والاردن، لكن في العالم كله الاعلام يا اما بيسيطر عليه الدوله يا اما رجال الاعمال او المؤسسات الاعلاميه الكبيره، واحنا خارج الثنائيه دي ومحتاجين نفضل خارج الثنائيه دي عشان نفضل احرار. بس ده بيوقع على ظهرنا مسؤوليه ان احنا نحاول نخترع وسائل جديدة للاستمرارية. طبعا مفيش حد عنده حلول ذهبية للموضوع ده، بس في مجموعة مهمة جدا في العالم العربي كله، مش بس عندنا، مش بس احنا، لكن بشوف ده في حبر، بشوف ده في أمثلة تانية، في نماذج تانية في العالم العربي، بيحاولوا يفكروا في نماذج استدامة مختلفة مبنية على كذا حاجة. منها مثلا انه يعني في قصة مدى مصر احنا مهتمين جدا انه يبقى جزء كبير من اسهم الشركة مملوك لصحفيين، ودي يعني في فرادة في الموضوع ده في مصر على الاقل ازعم، ويمكن في العالم العربي شوية، لكنه كمان مش نموذج دارج جدا في العالم ككل. فاحنا بنملك بالفعل 51% من اسهم الشركة كنوع من انواع الحماية لشغلنا، وبس 49% من اسهم الشركه مفتوحين لملكيات اخرى، وطبعا على اختيارنا، مش اي حد يجي بفلوس كتير هيبقى هو اللي متحكم في مدى مصر. بس ده جزئيه صغيره، الجزئيه الاهم ازاي نطلع فلوس وازاي المحتوى هو يبقى العنصر الاساسي لاداره اموال تقدر تمشي المشروع. طبعا دي قضيه كبيره ويعني محتاجة يعني ورشات متخصصة، لكن على الأقل التفكير في الموضوع موجود وشغلنا بشكل أساسي. وده لأنه القضية مش بس إن احنا نطلع محتوى تقدمي مختلف بيحكي القصة بشكل مختلف نقدي متجدد، القضية إنه إزاي المؤسسة نفسها اللي هي البيت زي ما انا بحب اسميها بتاعة المحتوى ده وبتاع المباحثه دي تبقى هي نفسها مؤسسه تقدميه. نماذج التاسيس مش سهله، بس اعتقد ان احنا عندنا افكار كفايه
لإعادة إنتاج مفهوم المؤسسة الخاصة من خلال ممارساتنا المختلفة. أنا مش عايزة أطول عليكم، بس عايزة أنهي بنقطة صغيرة، يعني أنه يعني مش من باب الوعظ ولا حاجة، بس هي من باب تجربة شخصية، أنه إن أنا حاسة في تجربة مدى وحتى من قبلها في Egypt Independent، أنا كنت بحس إنه في حاجة مهمة كده ما بنركز معها قوي في طريقة صناعة قراراتنا وفي طريقة تفكيرنا في الحاجات، وهي مشاعرنا والإنتويشنز بتاعتنا تجاه الحاجات. هو في الحقيقة لما بفكر في مدى مصر، هي مدى مصر ما تلعتش من حسبة وما تلعتش من حسابات. في الحقيقة كل الحسابات اللي عملناها علشان نحاول نعمل مدى مصر كانت نتيجتها انه غالبا يعني مش فكره كويسه ان احنا نعمل مدى مصر، بس هو اللي طلع مدى مصر هو احساس قوي بالاحباط، واحساس قوي بالكسره، كنا حسينا ان احنا مكسورين، واحساس كده ما بانه ممكن يفضل في شويه تفاؤل، ولو التفاؤل ده حاجه احساس قاسي جدا في ظل كل الانكسارات اللي عماله تحصل لنا يمين وشمال. فهي مجموعة أحاسيس في الآخر اللي صنعت مونارو. وبنفس المنطق لما بنبص على ثوراتنا في كده توجه عام إن إحنا نتكلم عن فشل الثورات، بس أنا حاسة إن إحنا يعني مش يعني محتاجين إن إحنا نرجع للمشاعر المختلفة اللي مرينا عليها الثلاث سنين اللي فاتوا، ونفتكر مش بس لحظات الإحباط، بس نفتكر كمان لحظات الانتصار اللي كنا حاسين بيها بشكل عميق جدا جوانا. المشاعر دي ما كانتش خيالية، ده إحساس حقيقي حسينا بيه، وإفراز الإحساس ده بالنسبة لي هو إنه بالرغم من إن إحنا عندنا عقبات سياسية فظيعة في مصر مثلا حاليا، أنا حاسة إن في حاجة مهمة جدا واضحة جدا وضوح الشمس بالنسبة لي، إن إحنا المشكلة الأساسية بالنسبة لنا في مصر اللي في الثلاث سنين اللي فاتت محدش عارف يحكمنا في الحقيقة، انه الدوله بصيغتها القديمه وبمفرداتها القديمه مش عارفه تعيد انتاج نفسها، مش عارفه ترجع تحكم تاني بالطريقه الطبيعيه اللي حكمتنا بيها قبل الثورات. مش عارفه ده هيوديني على فين، بس مش قادره ان انا يبقى عندي ثقه فظيعه باني احكم على ثورات بالفشل، او احكم على الوضع العام بالاحباط او حتى بالتفاؤل، بس حاسه انه في مساحه كده معقده من المشاعر المفروض نرجع لها ونبص عليها علشان نحكم شويه على الخطوه اللي جايه. انا هتوقف هنا يعني، وحابه يعني نحول الموضوع الى يعني حوار عام ما بيننا، وبشكركم انكم جيتوا واستمعتوا.